تلبيه لنداء الوطن ومساهمه في سد احتياجات المؤسسات والكوادر الطبيه وكل افراد المجتمع. فحاولنا ان نكون من الناس التي تساهم كبقيه المجتمع المدني. فنشكر المتطوعات داخل الجمعيه وفي هناك متطوعات اخرى خارج الجمعيه في بيوتهن، الشكر موصول لهن جميعا. كما اننا نحتاج الى دعم الجميع في الماده الاوليه وفي اليد العامله، ونسال الله عز وجل ان يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء ان شاء الله.